السلام عليكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج اتجاهات الصحافة، ونبدأها بالعلن. تعثر المحادثات ينبئ بنقض الاتفاق. مخاوف من تنامي ما يعرف بتنظيم الدولة. التوتر يهدد المنظومة التربوية. نناقش هذه الموضوعات مع ضيفنا عبر سكايب من مصر، أستاذ العلاقات الدولية إسماعيل المحيشي. أهلا وسهلا بك أستاذ المحيشي. تحية لك وتحية لجميع المشاهدين. بالرغم من الغموض الذي يلف المسار السلمي، تعلق بعض الأطراف الأمال على الحوار وتدعو إلى مواصلة المحادثات حتى بعد موعد 20 أكتوبر الجاري، مع تضاؤل احتمال التوصل إلى اتفاق. هذه النبرة المتفائلة قوبلت بمواقف مختلفة تماماً، تأخذ بعين الاعتبار التعثر الذي واجهته جولات الحوار المتتالية من جهة، والأوضاع الأمنية المتوترة من جهة أخرى، فضلا عن المخاوف التي عبر عنها بعض المتابعين للشأن الليبي من إمكانية فرض النظام العسكري واحتمال فتح الباب من جديد للديكتاتورية في حال نقض أي اتفاق. ذكر رئيس مجلس النواب في طبرق عجيلة صالح أن المجلس سيواصل المحادثات بعد موعد 20 أكتوبر المقبل، تاريخ انتهاء ولايته، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام. وذلك في مقابلة له مع وكالة أسوشيتد بريس أوردها موقع ABC نيوز. ولم يلمح صالح إلى احتمال التوصل إلى اتفاق قريباً، رغم أن الأمم المتحدة أعلنت أن المسودة النهائية أرسلت للطرفين خلال الأيام القليلة الماضية. وقال إن حكومة عبدالله الثاني لم تتلقى أي دعم لإيقاف الهجرة غير الشرعية وحماية حدودها، معتبراً أنه بإمكان الليبيين حماية الحدود وإيقاف هذه الهجرة، داعياً إلى مزيد دعم للبحرية الليبية التي تنقصها التجهيزات وفقاً لمسؤولين حكوميين ليبيين. وحول ما إذا كان للحكومة الليبية في الشرق علاقات وثيقة مع روسيا والصين، قال صالح إن الجيش الليبي تدرب في السابق في روسيا وتلقى الأسلحة من موسكو، مشيرا إلى أنه تم تجديد تلك العلاقات وأنه سيتم البحث في أي طريقة لتسليح القوات العسكرية. وأضاف أن الحكومة ستواصل التعاون مع الولايات المتحدة بخصوص الضربات الجوية في ليبيا متى تم التوصل إلى اتفاق سلام، معربا عن أمله في أن تلعب الولايات المتحدة دورا في بناء البلاد. أشار الكاتب المصري عمرو الشوبكي في تقرير على موقع مصر اليوم إلى أن معضلة المفاوضات الليبية أنها مسار مستمر من التعثر، لأن هناك طرفاً يرفض إعادة بناء الدولة الليبية مرة أخرى، معتبراً أن ذلك قد يفتح الباب للديكتاتورية، وأن جيش حفتر في حال تمكنه سيفرض ليس فقط سيطرته العسكرية إنما أيضاً السياسية، وسيفتح الباب أمام عودة حكم عسكري آخر في ليبيا. والحقيقة أن هذا التخوف الذي عبرت عنه بعض التيارات المدنية سيظل معضلة ليبيا الكبرى، وهو أنها واقعة تحت إرهاب ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية وحلفائه، الذين لا يملكون مشروعاً إلا بقاء ليبيا في حالة الفوضى الكاملة. وأشار الكاتب في ختام تقريره إلى أنه طالما لم يدعم المجتمع الدولي أولاً مشروع بناء الدولة في ليبيا لتكون حاضرة قبل أي مفاوضات بين الأطراف الليبية، ويحسم موقفه من الجماعات الإرهابية ويضع الضمانات والقواعد كي تكون هذه الدولة في ظل حفتر أو غيره قابلة للانتقال الديمقراطي، لن تكون دولة القذافي الكارثية ولن تكون دولة ديمقراطية، إنما استعادتها أولاً قد يفتح الباب في المستقبل للمنظور لكي تصبح دولة ديمقراطية، أما غيابها فهو يقضي على ليبيا الحاضر والمستقبل. أستاذ المحيشي، أبدأ معك بتصريح رئيس مجلس النواب عجيلة صالح الذي قال فيه أن المجلس سيواصل المحادثات بعد موعد 20 أكتوبر المقبل، وهو تاريخ انتهاء ولايته، في حال لم تصل الأطراف إلى توافق وطني. أولاً، ما دام ستبقى الخلافات قائمة، من أين سيستمد المجلس شرعيته أمام المجتمع الدولي؟ هو في الحقيقة مجلس النواب لحد هذه اللحظة ليس له شرعية، حتى المجتمع الدولي لم يعترف به، لم نشاهد وجود بعثات دبلوماسية موجودين في طبرق. بالعكس، كل ما يتم الآن في المجتمع الدولي كل يؤكد على التوافق والتوافق على حكومة توافقية. السيد أوباما أشار في كلمته في
الجمعية العمومية مجلس الأمن بأنه سيدعم الحكومة التوافقية في ليبيا. كل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن تؤكد على دعم الحكومة التوافقية. للأسف السيد صالح عقيلة إلى حد هذا الآن ما زال يستعمل في نبرة العنف وعدم الاتفاق على خطوات أو استراتيجية ديمقراطية للانتقال من مرحلة أخرى. اجتمعوا في طبرق الآن يقولوا نحن مع الديمقراطية ونحن داعمين للديمقراطية ونحن نمثل الشرعية. وفي الحقيقة هم من خالفوا تعديلات فبراير، هم من خالفوا الإعلان الدستوري. من أهم المهام التي جاء به انتخاب مجلس النواب هو انتخاب رئيس الدولة. إلى حد هذه اللحظة بعد مضي أكثر من سنة لم يتم انتخاب رئيس الدولة الذي يمثل السلطة التنفيذية، بالعكس هم اغتصبوا هذه صلاحيات رئيس الدولة وأعطوها لرئيس مجلس النواب بدون رجوع للشعب، بدون رجوع لمؤسسات المجتمع المدني. هم اخترقوا كل تعديلات فبراير وكل تعديلات التي تم الاتفاق عليها وقانون الانتخابات التي جاء به الإعلان مجلس النواب. انطلاقا من هذه التصريحات أستاذ المحيشي، كيف يمكن تصور السيناريو السياسي القادم وتعامل البعثة معه؟ هو الآن عندما نتكلم عن مجلس النواب، الآن هناك تغير كبير في مجلس النواب. هناك الآن كتلة، وفي تقديري ستبقى هي كتلة كبرى في مجلس النواب. هذه الكتلة الآن موجودة، البعض منهم من قاطع المجتمعين في طبرق والبعض من التحق به من كان في طبرق. هذه الكتلة الآن تؤكد على دعم المسار الديمقراطي، تؤكد على وصول التوافق، تؤكد على عدم وجود العسكر في المجال المدني والمجال الديمقراطي. وهذه الآن أصبحت هذه الكتلة الآن موجودة مع السيد ليون، وقد هناك في توافق في بعض النقاط في عملية تعديل اللائحة الداخلية، التوافق على رئيس مجلس نواب، مكان انعقاد مجلس نواب. نستطيع أن نقول الآن أن مجلس النواب الذي سيأتي بعد التوقيع على الاتفاق سيكون مختلف اختلاف كبير على المجتمعين في طبرق، بحكم أن المجتمعين في طبرق لحد الآن لا يتجاوزون 20 إلى 30 عضو حسب بيانات وتصريحات بعض أعضاء نعم مجلس النواب. ولكن هم من يعني يعترف بهم المجتمع الدولي في طبرق هناك، يعني من جهتها الكاتب المصري عمرو الشوبكي تحدث عن وجود طرف يرفض إعادة بناء الدولة في إشارة إلى حفتر على أنه سيفرض سيطرته ليس فقط العسكرية وإنما أيضا السياسية. كيف تقيم هذا الطرح خاصة وأن حفتر غالبا ما يقول إن وجوده في المشهد من أجل الحرب ضد الإرهاب فقط؟ حفتر عندما قام بعملية الانقلاب على الإعلان الدستوري بعد مرور أكثر من عام ونصف لم يحقق أي نجاح على الأرض. حفتر لا يؤمن بالديمقراطية، لا يؤمن بالتداول السلمي للديمقراطية، لا يؤمن بحقوق الإنسان واسمه المواطنة. ارتكب حفتر كثير من الجرائم، قد تصل في المنطقة الشرقية لجرائم حرب. والإشكالية الأخرى التي تركها حفتر هو أنه قام بتمزيق النشيد الاجتماعي في المنطقة الشرقية. لكن الآن هناك الكثير من البيانات والتصريحات من قيادات من التوار ومن الشخصيات الوطنية والسياسية في المنطقة الشرقية تنادي بوحدة ليبيا وخروج حفتر من المشهد السياسي، وأن حفتر قام بتمزيق النسيج الاجتماعي وأدخل المنطقة بأكملها في حرب أهلية. أتوقع أن المشهد في المرحلة المقبلة سيكون خروج حفتر نهائيا من المشهد السياسي والعسكري. سترجع اللحمة الوطنية في ليبيا بحكم أن الآن هناك دعم من قبل أغلب الدول الكبرى الآن في عملية التوافق والتوافق على حكومة توافقية ودعم ليبيا والمؤسسات العسكرية والأمنية للخروج من هذه الأزمة. كما أن هناك الآن دور بارز لشاهدنا ما تقوم به لجنة الستين من إجراءات. قد نستطيع أن نقول أن لجنة الستين قد تستطيع من بداية السنة المقبلة تقديم دستور واضح المعالم للشعب الليبي حتى يتم النقاش في هذه صياغة هذا الدستور حتى ننتقل إلى المرحلة الدائمة، بحكم أن الآن هناك دعم من المجتمع الدولي لعملية التوافق ودعم مؤسسات الدولة في هذه الفترة بالتالي. نعم، طيب في سياق ما قاله عقيلة صالح، كيف سينعكس هذا الموقف أو هذه التصريحات في حال حدثت فعلا على الطرف الثاني وهو المؤتمر الوطني في رأيك؟ أنا في تقديري السيد عقيلة صالح يعرف روحه لن يكون له دور بارز في مجلس النواب المقبل، بحكم أن السيد عقيلة صالح لا يحترم الديمقراطية وآلياتها وثقافاتها. لم نشاهد إلى حد الآن جلسات عللية تتم
من خلال مناقشات مجلس المجتمعين في طبرق، لم نشاهد السيد عقيل الصالح يجتمع مع مؤسسات مجتمع مدني في ليبيا، لم نشاهد له اي دور فاعل فيما الانتهاكات التي نعم تمت. كنت اقصد في سؤالي يعني انعكاس هذا الموقف او تداعياته او لربما ردود فعل المؤتمر الوطني العام في طرابلس، كيف ترى ذلك؟ هو في الحقيقة المؤتمر الوطني العام لحد الآن لم يصرح بحكم هل نقبل الاتفاقية أو غير ذلك، لكن أتوقع من خلال قراءتي السريعة لهذه الاتفاق السياسي الجديد النهائي، أتوقع أنها فيها نوع من الاتزان وتوازن السلطات بين المؤتمر بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، لكن يبقى التحدي الحقيقي هو اختيار رئيس حكومة شخصية وطنية يحمل فكر واستراتيجية لبناء إصلاح النظام الإداري وخروج ليبيا من هذه الأزمة، بحكم أن ليبيا تمر بمرحلة انتقال من مرحلة الثورة إلى تأسيس دولة حديثة تؤمن بالديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان. الإشكالية الآن والتحدي الحقيقي هو اختيار شخصية وإعطاء وتشكيل هذه الحكومة والتوافق على هذه الحكومة. تمت هذا وجد هذا الشخصية لأن المجتمع الدولي أكد دعمه للحكومة التوافقية. نعم، نذهب إلى المحور الثاني، ابقوا معنا. بدأت شبكات التواصل الاجتماعي تأخذ حيزاً أكبر ضمن تصنيف الوسائل التي ساعدت في استقطاب عناصر جديدة ضمن ما يعرف بتنظيم الدولة وفقاً لما أورده البعض، إذ تشير التقارير إلى أن عدداً كبيراً من الأوروبيين التحقوا بالتنظيم عن طريق تلك الشبكات، وأن نسبة المنضمين الأكبر من أوروبا. بين الكاتبان شيف مالك وكريس ستيفن في مقال على موقع The Guardian أن جهاديات تتقن اللغة الأنجليزية تستخدمن وسائل التواصل الاجتماعي من أجل إقناع المسلمين في الغرب بالانضمام إلى ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا التي أصبحت جبهة جديدة للحرب ضد الإرهاب على بعد 400 ميل فقط من الشواطئ الأوروبية. ويقول الكاتبان رغم أن حسابات الجهاديات الثلاث لا تذكر بصريح العبارة أنهن من المملكة المتحدة، إلا أن سميث تشير إلى أن هناك أدلة على ذلك، وبينت أن اللغة العامية التي يستخدمنها شائعة جدا بين النساء البريطانيات اللواتي نراقبهن في سوريا والعراق. وتشير التقارير الواردة من ليبيا إلى أن المتطوعين الأجانب يتدفقون على التنظيم من تونس وأفريقيا جنوب الصحراء، وهناك أدلة على أن العديد من المتطوعين البريطانيين ينتقلون إلى سوريا عبر تونس وليبيا، حيث يتلقون التدريب قبل التوجه إلى تركيا ومن ثم إلى سوريا، ويكون من الصعب الكشف عنهم من بين العديد من السياح البريطانيين الذين يتوافدون إلى تونس. ذكرت الصحفية الإيطالية ميلينا كاستيلي في مقال على صحيفة الإيطالية أنتريس أن تنظيم الدولة الإسلامية يدعو المقاتلين الأجانب للتوجه إلى ليبيا للقتال في صفوفه، وأفادت بأن هذه الدعوة جاءت من قبل فتيات بريطانيات انضمت إلى تنظيم الدولة، أكدنا خلالها على أهمية القتال في ليبيا وعدم التوجه إلى سوريا لأن الوضع بات حطيرا هناك، مشيرة إلى أن تقارير الاستخبارات الأمريكية أكد أن أكثر من 750 بريطانيا انضم إلى داعش وأن نصفهم عادوا إلى موطنهم. وذكرت الصحفية الإيطالية أنه تم اعتراض رسائل تحتوي على نفس المضمون من قبل ثلاث فتيات بريطانيات أكدن أنهن يعيشن الآن في مدينة سرت مسقط رأس القذافي، كما جاء في إحدى الرسائل دعوة للمقاتلين البريطانيين للانضمام إلى القضية الجهادية في شمال أفريقيا، وأنه ليس هناك فقط سوريا بل هناك ليبيا وهي في حاجة إليهم. وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد أفادت نقلا عن تقرير الاستخبارات الأمريكية بأن أكثر من 750 مقاتلا بريطانيا انضم خلال الأشهر الأخيرة إلى صفوف تنظيم الدولة وقد عاد نصفهم إلى موطنهم. أستاذ المحاشي، بداية المقال الذي نشر على موقع The Guardian تحدث عن استغلال بعض الجهاديات وسائل التواصل الاجتماعي لإقناع المسلمين هناك للانضمام معهم، هذا الأمر لماذا يتم ربطه بليبيا في رأيك؟ هو في الحقيقة عندما نتكلم عن الإرهاب والتطرف والغلو للأسف هذه الآن أصبحت ظاهرة دولية تعاني منها الكثير من الدول، للأسف حتى الدول المتقدمة التي تمتلك آليات ومؤسسات أمنية واستخباراتية وعسكرية وجدوا الكثير من أبنائها انضموا إلى ما يسمى بداعش وغير ذلك. لكن المشهد في ليبيا يختلف كثيرا.
ليبيا باعتبار المجتمع الليبي كله مجتمع مسلم على مذهب واحد، وعرفت ليبيا بالاعتدال، ولم نشاهد مجموعات إرهابية عبر تاريخ ليبيا. حتى أثناء الثورة كان هناك صحفيين أجانب وصحفيات أجانب أشاروا إلى هذه النقاط. لم نشاهد مجموعة مسلحة أو قيادات من الثوار لها انتماء جهادي أو نوع من العنف وغير ذلك. والدليل على ذلك الانتخابات التي تمت في ليبيا، شاهدت ليبيا عدة انتخابات، مؤتمر وطني العام، لجنة 60، كذلك انتخاب مجالس البلدية، الكثير من انتخابات التي تم، حتى في مدينة بنغازي بالذات تمت هناك فيها الكثير من الانتخابات، وتمت هذه الانتخابات بشكل منطقي، ولم يعرها أي إشكالية أو اختراقات من مجموعة متشددة أو مطرفة لا تؤمن من الدولة المدنية. التطرف والتشدد والمجموعات الإرهابية الآن الموجودة في ليبيا، للأسف الكثير منها من هم شخصيات يحملون جنسيات غير ليبية، وهذه الإشكالية الكبيرة. إذن هن المجموعات الموجودة الآن في سرت بالتحديد، الكثير منهم هم من تونس ومن الجزائر ومن دول أفريقية للأسف، والبعض من دول أخرى عربية للأسف. وهذه المجموعات التي جاءت من خارج ليبيا لن تتحصل على دعم شعبي، بحكم أن المجتمع الليبي مجتمع متجانس، ولن يرضى بأن شخص يأتي من خارج ليبيا ويحمل فكر إيديولوجي معين ويريد أن يطبقه بالقوة. لا وجود لهذه المجموعات الإرهابية في المستقبل، ولا وجود للمجموعات والعسكر الذين أعلنوا انقلابهم على الدستوري والذين انتهكوا حقوق الإنسان في المنطقة الغربية التي يمثل حفتر وحلفائه. الليبيين سيتصدوا للإرهابيين والانقلابيين، لأنهم هذين لا يؤمنوا بالدولة المدنية والدولة الديمقراطية، هم يريدون التطبيق. نعم. طيب، الصحفية أستاذ المحاشي إذا كنت تسمعني، الصحفية الإيطالية ميلينا كاستيلي ذكرت أن مقاتلي التنظيم يدعون الأجانب للتوجه إلى ليبيا للقتال في صفوفه. هل يعد الدخول أو الخروج من ليبيا سهل لهذه الدرجة في رأيك وأنت تتابع الوضع هناك؟ إشكالية ليبيا معقدة جدا في هذه النقطة. ليبيا لها حدود كبيرة جدا، تعتبر قارة كبيرة، هناك اتفاقيات وعقود موقعة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، يلزم الاتحاد الأوروبي بدعم وتقديم الدعم والتكنولوجيا لمراقبة الحدود الليبية. للأسف الاتحاد الأوروبي هو من قصر في هذا الشأن. حدود ليبيا شاسعة جدا، التصدي للإرهاب والهجرة غير شرعية الآن ظاهرة تعتبر دولية، وعلى الدول الأوروبية دعم ليبيا في هذا الشأن وتزويدها بالإمكانيات، وكذلك تدريب وتطوير الأيادي الليبية الوطنية للقيام بهذه المهمة باستخدام الأساليب الحديثة والقمر الصناعي. وتستطيع ليبيا كذلك والحكومة التوافقية القيام بهذا المشروع. لكن تبقى إشكالية الإرهاب، هذه إشكالية معقدة وإشكالية دولية، ولابد أن تكون هناك توافق ومصالحة وطنية، وأن يكون كل مؤسسات المجتمع المدني داخل ليبيا تقف ضد المتطرفين والمتشددين، وكذلك ضد الانقلابيين. نعم. طيب، ما تصوره الصحافة نقلا عن تقارير استخباراتية بشأن التحاق مجاهدات أجنبيات إلى التنظيم في سرت، يعني ما واقعية مثل هذه المعلومات في رأيك؟ لا أتوقع ذلك. بحسب تصريحات بعض الشهود من مدينة سرت، لا وجود إلى حد الآن لعنصر نسائي داخل هذه المجموعات. التصريحات الموجودة الآن والمنقولة عن شهود داخل سرت أن أغلب هذه المجموعات هم غير ليبيين، لا يملكون الجنسية الليبية، وبعض منهم من كان هو عمالة، وللأسف مزودين بأموال وبإمكانيات غريبة جدا، حتى أنهم يتقاضون مرتبات عالية جدا. في تقديري إذا تم التوافق إلى حكومة توافقية لن يكون لك وجود لهذه المجموعات، سواء تكلمنا عن مدينة سر أو تكلمنا عن ضواحي مدينة درنة. شاهدنا ما قاموا به الثوار والأهالي في مدينة درنة من ثورة على هذه المجموعات الإرهابية التي لا تؤمن بالدولة المدنية. نعم، ولا حتى وإن كان من هو تابع لهذه المجموعات ليس ليبي، ولكن ذلك لا يقلل من خطر هذه المجموعات في ليبيا. ابقى معنا أستاذ المحاشي، نذهب إلى المحور الثالث والأخير. أصبح الوضع الأمني لا يمثل تحديا على استقرار الوضع السياسي فحسب، وإنما على الأوضاع الإنسانية بشكل عام، وفي مقدمة تلك الأوضاع المنظومة التربوية التي باتت مهددة بالانهيار بسبب تداعي المؤسسات التربوية ونقص الإمكانيات.
أشار الصحفي أحمد الخميسي في مقال على صحيفة العربية الجديد إلى أن هناك هموما تربوية قديمة جدا مع اقتراب العام الدراسي في ليبيا، فالمدارس تعاني من الأعداد المتقاطرة من التلاميذ على مدارس المدن الرئيسية سيما في العاصمة طرابلس. ووفق علي بن سالم نازحا من منطقة ككلة، من السهل العثور على مدرسة ابتدائية لتسجيل تلميذ، لكن هناك ازدحام شديد في الفصل الدراسي قد يصل إلى 50 تلميذا أو أكثر، مشيرا إلى أن أسعار الحقائب والكراسات ارتفعت بشكل كبير جدا مقارنة بالعام الماضي. ولفت كاتب المقال إلى أنه خلال عامين لعب العمل التطوعي لصيانة المدارس وبنائها دورا كبيرا في تقليل الأزمة على مختلف المناطق الموجودة. وقال عضو لجنة عمل تطوعي لصيانة الطرق والمدارس والشوارع علي إبراهيم إنهم عملوا لصيانة عدد من المدارس في العاصمة طرابلس، وأن هناك متطوعين قاموا بتجميع مبالغ مالية لإنشاء مدارس مثل مدرسة التغار في إحدى ضواحي العاصمة. أستاذ المحاشي، بداية الصحفي أحمد الخميسي في مقاله أشار إلى ما وصفها بالهموم القديمة الجديدة مع بداية العام الدراسي في ليبيا، إلى أي مدى اندفع قطاع التعليم بشكل عام والطلاب في المدارس والجامعات وباقي المؤسسات التعليمية فاتورة الحرب والانقسام السياسي في رأيك؟ الإشكالية التي تواجه السياسة التعليمية والتربوية في ليبيا بعد إعلان التحرير والحكومات المتعاقبة لم تكن لها سياسة جديدة للتعليم والمرحلة التربوية. إلى حد الآن مناهج التعليم هي نفس المناهج السابقة، السياسات التربوية والتعليمية نفسها السابقة. أتمنى من الحكومة التوافقية أن تكون لها سياسة تعليمية تربوية صحيحة حديثة تتوافق مع 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 قيم المجتمع الليبي وكذلك مع الحداثة في التعليم. للأسف السياسات التعليمية لحد الآن لم تكن هناك فيها تطوير بحسب التدريب وتأهيل الأستاذ والمدرس. والإشكالية الأخرى التضارب في المناهج، عندما نشاهد مناهج التعليم في المستوى الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعي عدم وجود ترابط في بين هذه المناهج. هذه المناهج للأسف هي بعيدا عن الفترة التي نعيشها وهي 2016، تعتبر هذه المناهج معقدة، ودول العالم استخدم أساليب كثيرة في مستخدما أساليب الحداثة والتطور في أساليب التعليم وأساليب وأسلوب التربية. للأسف التعليم يواجه الآن تحديات كثيرة وسيواجه هذه التحديات. أتمنى من الحكومة التوافقية أن تكون لها استراتيجية واضحة لإعادة إصلاح وبناء هيكلية التعليم من الأساس حتى نستطيع بناء أجيال جديدة في ليبيا. طيب، وهل يمكن بناء يعني في المدة السابقة طيلة 4 سنوات تقريبا المنظومة التعليمية بشكل صحيح وكما أشرت إليها في ظل هذا الانقسام السياسي والأزمة الأمنية؟ للأسف كل الحكومات المتعاقبة التي جاءت بعد إعلان التحرير لا تحمل استراتيجية أو فكرة أو إصلاح لسياسة التعليم. كل ما يتم الآن هو إعادة طباعة المناهج، تغيير الاسم من اسم الجماهيرية إلى ليبيا دولة ليبيا حرة، وهذه مفاهيم قليلة جدا. الليبيين والجيل الجديد الآن في ليبيا في حاجة إلى سياسة تعليمية جديدة مبنية على التطور والحداثة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في عملية تطوير التعليم لحتى نستطيع بناء أجيال قادرة أن تساهم. طيب أستاذ المحاشي، يعني الصحفي أحمد الخميسي تحدث بشكل عام عن دور بعض الناس العاديين في بناء بعض المدارس والعمل التطوعي بشكل عام. هذه الرغبة، رغبة الناس في هذا العمل تحديدا، هل يعكس رغبة المسؤولين السياسيين من جهة في الانخراط في العمل التطوعي أيضا أو العمل بشكل عام لبناء ليبيا؟ نعم، من أحد مشاكل التعليم في ليبيا هي البنية التحتية للمدارس والمؤسسات التعليمية، لكن يبقى التحدي الأكبر ما هي استراتيجية هذا التعليم، هذه المؤسسات التعليمية. للأسف إلى حد الآن هذه الحكومات المتعاقبة لم يكن لها استراتيجية لإصلاح التعليم. نريد إصلاح جذري لمؤسسات التعليم من حيث المناهج، من الإمكانيات، من تأهيل وتدريب المدرسين. للأسف نجد اليوم نحن هنا أقل مرتب في القطاع العام في ليبيا هو المدرس. نشاهد الآن ضربات واعتصامات لبعض المدرسين لمطالبتهم بالعدالة الاجتماعية والتساوي في المرتبات
نسبة بالقطاعات العامة الأخرى. للأسف إلى حد هذه اليوم لم نشاهد استراتيجية واضحة في تطوير وإصلاح التعليم، وأن يكون هذا الإصلاح بشكل جذري. نعم يأخذ بعض فترة زمنية، لكن هذا شيء متعارف. المهم أن تكون هناك استراتيجية واضحة لإعادة هيكلية المناهج، لتأهيل المدرس والبنية التحتية. نعم، والعام الدراسي الجديد قد بدأ، نتمنى التوفيق للجميع. اسمح لي أستاذ المحيشي ضيفنا عبر سكايب من مصرات، أستاذ الحلقات الدولية إسماعيل المحيشي، شكرا جزيلا لك. وننوه مشاهدينا إلى أن إنتاج هذا البرنامج يكون بمعاونة المرصد الليبي للأعلام. تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومحدثكم علي نشوان، في أمان الله.